لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدى صفوفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن خلوني قبل ما ابدا رحله النهارده اكلمكم عن مشروع ترعه توشكا الجديده. الترعه دي هدفها اتاحه ما يقرب من 200 ألف فدان جديده للاستثمار الزراعي في مشروع توشكا العملاق. مشروع توشكا معروف ان هو مساحته حوالي 540 ألف فدان، ويبعد عن محافظه اسوان في جنوب الصحراء الغربيه حوالي 250 كيلو من محافظه اسوان. يعني اللي عايز يروح توشكا لازم ينزل محافظه اسوان ومنها يتحرك بالعربيات حوالي 250 كيلو حتى يصل الى مشروع توشكا العملاق. مشروع اتصرف عليه مليارات الجنيهات لاقامه بنيته الاساسيه الجباره ومحطات الرفع الخاصه برفع المياه من ترعة الشيخ زايد. من المعروف ان ترعة الشيخ زايد طولها حوالي 50 كيلومتر، وعدد الافرع من الترعة التي تروي اراضي مشروع توشكا يصل اطولها الى 200 كيلومتر. اما الترعة الجديدة فهي طولها يقترب من 25 كيلومتر، ويتاح من خلالها استصلاح واستزراع ما يقرب من 200 الف فدان، منها مساحات للشركات العاملة حالياً في مشروع توشكا، كلها طلبة توسعات في مشروع توشكا، وكلها الشركات العربية العزيزة التي تعمل في هذه المنطقة الواعدة زراعياً. أما باقي المساحات فستطرح للاستثمار المصري الجاد. الاستثمار الجاد سيجد مساحات تصلح لزراعة البطاطس وزراعة الفول السوداني وزراعة القمح والشعير وغيرها من المحاصيل الهامة جداً والتي تجود في منطقة توشكا. مشروع توشكا من أهم المشروعات الزراعية الواعدة في مصر، والتي بدأ الانتباه لها بقوة في السنوات الأخيرة، والهدف هو إتاحة مزيد من المساحات الصالحة للاستثمار الزراعي الجاد والتي تروى بمياه النيل. ويجب أن نضع تحت مياه النيل ألف خط، لا يوجد أفضل من مياه النيل المياه البحاري لري الأراضي الصحراوية. إذن مشروع توشكا يعود من جديد وبقوة وبمساحات تصل إلى 540 ألف فدان، ونحو 200 ألف فدان تروى من خلال الترعة الجديدة التي سيتم ضخ مياه النيل بها بعد الانتهاء منها على الفور. على فكرة النهاردة نسبة التنفيذ في الترعة الجديدة تجاوز 35%، وأعتقد إن خلال أشهر قليلة جدا هنحتفل بميلاد شريان جديد من شرايين الحياة في مشروع توشكا. ده الخبر المهم جدا اللي قلت أفرحكم بيه في بداية حلقتنا النهاردة. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان شاهد على اتفاق المهندس محمود العناني رئيس مجموعة الدقهلية الزراعية العملاقة مع الفريق العلمي الذي نجح في إنتاج 12 طن ذرة صفراء من الفدان الواحد على تبني تطبيق التجربة على نفقته الخاصة في 35 فدان بالدقهلية وخمسة أجهزة ري محوري في وادي النطرون حتى تكون حقول إرشادية للمزارعين، وذلك بهدف تعميمها. فريق الجدعان في أضخم مزرعة مراعينا لسلالات الماعز البور والشامي والسنن وخراف العساف، والتي نجح في تأسيسها الشاب حسن معروف خبير الإنتاج الحيواني وإنتاج السلالات وشريكه القطري الشيخ محمد بن ناصر عاشق مصر، حيث يعملان على إنتاج أفضل الطلائق وتوزيعها على المزارع لتحسين السلالات.